عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي فيديو جديد وقسم جديد من أقسام الاسم. إذا مررنا عبر الـ proper والـ common noun، الـ masculine، الـ half one، الـ plural والـ singular noun، الآن نحن مع الـ masculine والـ feminine nouns فيما يتعلق، والأمر يتعلق بالـ gender، الجنس، الذكر والأنثى، المؤنث والمذكر. إذا الماسكولين مذكر، الفيمينين nouns أمر يتعلق بالجندر أي الجنس. إذا في هذا الباب، باب المؤنث والمذكر، هناك بعض الكلمات عند تحويلها من المذكر إلى المؤنث تتغير كاملا بشكل كامل. فمثلا boy فتى، girl فتاة. لاحظتم هنا تغيرت الكلمة بشكل كامل. Okay, so man رجل، woman امرأة، brother أخ، sister أخت، son ابن، daughter ابنة، hero بطل، heroine بطلة. لاحظتم كيف أن عند الانتقال من المذكر إلى المؤنث فالكلمة تتغير جذريا. هذا المصطلح الذي كنت أبحث عنه، تتغير جذريا. أوكي، مثال أو أمثلة أخرى. نيفيو هذا ابن الأخ أو ابن أو أو أو, أو, أو ابن الأخ، صح؟ نيفيو ابن الأخ أو الأخت، ابن الأخ أو الأخت. نيس هو بنت الأخ أو الأخت. ويزرد هذا ساحر. ويتش ساحرة، مؤنثها ساحرة. السيرفنت خادم، ميد خادمة. هازبند زوج، a wife زوجة. uncle عم أو خال. aunt عمة أو خالة. so boy girl man woman brother sister son daughter hero heroine nephew niece wizard witch servant maid husband wife uncle aunt. Okay, والأمثلة كثيرة. cook hen you know cook دجاجة، hen ديك وغيرها من كثير، dog bitch وغيرها من الكلمات الكثيرة لا يسعنا ذكرها جميعا. إذا أيضا هذه قلنا هذه الكلمات التي تتغير جذريا، لكن توجد قاعدة شبه قاعدة يمكن استعمالها أو يمكن الاستعانة بها. فعند تحويل المذكر إلى المؤنث يكفي أن نضيف حرف الـ ESS، يكفي أن نضيف حرف الـ ESS. مثلا Princess لاحظتم هنا Princess. Lioness أسد، سبع لبؤة lioness. actor ممثل، actress ممثلة. Emperor empress هنا يجب حذف الاي مضافة. emperor امبراطور، امبراطورة empress. okay, so قاعدة أخرى كما قلنا وشبه قاعدة، أضيف حرف الاي ودبل اس أو أضيف الدبل إس إلى آخر الكلمة حتى تصير مؤنثة. إذن سأمسح السطور لأتكلم عن الكومن جندر ناونز، وهي تلك الأسماء التي تطلق على سواء على المذكر أو المؤنث. هي أسماء قد يشار إليها على أنها مؤنثة وقد يشار إليها على أنها مذكرة. وأيضا سأتكلم عن النيوتر
neutral أو neuter nouns gender nouns وهي التي ليست لا علاقة لها بالجندر ليست لا مذكرة ولا مؤنثة إذن سأمسح السبورة لأتكلم عن هذه ال concepts تتبعا على فيديو الماسكولين والفيمينين nouns نكمل حديثنا عن الفقرة الثانية في هذا الباب وهي ما يتعلق بالcommon gender nouns والneuter أو neuter gender nouns ماذا نقصد بهذين المفهومين؟ الcommon gender nouns الcommon gender nouns الcommon gender nouns هي تلك الأسماء التي يمكن الإشارة إليها أو تحتوي المؤنث والمذكر يمكن الإشارة إليها سواء بالمؤنث أو المذكر أو فهي تشير على أو تطلق سواء على المؤنث أو المذكر هذه الأسماء الكامن المشتركة كامن هي مشترك مشتركة الجنس تطلق على الأسماء سواء المؤنث أو المذكرة فمثلا بيبي 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 قد يكون طفل وقد تكون طفلة قد يكون طفل رضيع وقد تكون طفلة رضيعة child كذلك infant هذه كلها مفردات تعبر عن طفل baby child infant infant كذلك friend a friend صديق صديق قد يكون أنثى وقد يكون ذكر teacher teacher قد تكون معلمة وقد يكون معلم guest ضيف ضيف قد يكون مذكر قد يكون من الإناث وقد يكون من الذكور passenger passenger عابر قد يكون passenger عابر قد يكون مذكر أو قد يكون مؤنث student student قد يكون تلميذ وقد تكون تلميذة parent parent قد يكون قد تكون الأم وقد يكون الأب parent إذن هذا فيما يتعلق so common gender nouns هي تلك الأسماء التي تطلق سواء either a male or a female سواء مذكر أو مؤنث وهذه تقول لل living things okay للأشياء الحية أو لل living things because the neuter gender nouns for the non living things non living things or for the inanimated things inanimated this is animated this is inanimated الغير حيوية هذه للأشياء الحيوية الحية وهذه للأشياء الغير حية والغير حيوية إذن الباب الآخر أو القسم الآخر وهو neuter gender nouns وهذا ليس له علاقة لا بالمذكر ولا بالمؤنث فهو neutral neutral لا ليس مذكرا neither a male nor a female ليس مذكرا وليس مؤنثا فهو محايد مثلا وهي الأشياء les objets objects الأشياء non living الغير حية وكان a book كتاب قلم table a chair كرسي t-shirt trousers سراويل trousers t-shirt قميص table مائدة chair كرسي pen قلم book كتاب computer keyboard هي تلك لوحة المفاتيح التي نكتب عليها وغيرها الكثير من الأسماء neutral okay a neutral okay so هذا فيما يتعلق بالmasculine and feminine هنا وقفنا أو انتهينا من هذا الباب سنمر إن شاء الله تعالى إلى قسمين لا زالت لدينا قسمان سنتكلم عنهما وهما compound nouns والcollective nouns ألقاكم في الفيديو المقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته